شوف يا سيجوني، هتسمع خبر جميل بعد نقطتين، يا إما يمين يا إما شهرين يا إما سنتين يا إما قرنين. إيه المدة المطاطية دي كلها؟ ما أكيد هتلاقي أسمع خبر في الوقت ده كله. قرأت المج انجزي، أنا بقالي ساعة شربت 5 فناجين قهوة وأنا ما بشربش بن من أساسه، بيجيب هالات تحت العين وأنا بشرتي دهنية. كل حاجة باينة في الفنجان أهو. خلاص إيه؟ الفنجان بيقول إنك جاي من سكة سفر بعيدة. Let me guess، أمريكا مثلا؟ أنا موهوم جدي. وبيقول كمان إنك مسافر لحد من لحمك ودمك، ولا عمرك شفته ولا عمره شافك. Oh my god، بصي أنا إيدي بتعمل إزاي؟ يا ساتر يا رب. خير؟ الفنجان بيقول إن في حد هياج يطلب منك طلب، ولو ما نفذتهوش هتقع في مصيبة كبيرة. انسي الموبايل، مش هديهولك كهدية. ليه يا جون؟ انت هتستخسر فيها يعني؟ سيس قوي يعني، دخلتيلي بالحنجل والمندل وال... السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكبير هنيه؟ لا لسه ما جاش. طيب زين زين. مالك يا ابني مرتبك ومقفر ليه كده؟ انا واقع في مصيبة ومحدش هيعرف يحلها الا انت وعيشوني بيه. مصيبة ايه يا دي يا فزاع؟ الواد فهيم اخويا الله يجازيه، الواد باقي له 6 سنين قاعد في قنا، خلص معهد التمريض بتاعه وشغال هناك. قوم جه النصيب حب يخطب بنت من هناك، قال له روح اخطبها له. قابلنا ابوها، وابوها ده ايه؟ ضابط كبير قوي قوي في الجيش. قلت له يا ده ابوي، الناس دي مش من توبنا. قال لي ما عجبوش الكلام، اصله يعني كمان هو المتعلم الوحيد اللي فينا وطالع فيها ومناخيره. خلص خلص هري، خلاص الهري. عايز فلوس؟ لا لا لا، فلوس ايه؟ خيركم سابق. فلوس ايه؟ عاوز ايه؟ المشكله حاجه تانيه خالص يا جنيبيه. المشكله ان انا وانا قاعد مع ابوها عشان نخطبها له، كيف ما الواد طلب يعني، لقيته يعرفني ليهم على ان انا عمده المزاريطه. ولا فهيم ده الله يجزيه فشر فشر ومعار معار، الكذب ده في دمه. فانا يعني قلت ما احرجهوش قدامنا، سايبه ومشيت الليله، عملت العمده وقرينا الفاتحه، والامور كانت ماشيه اخر حلاوه لحد ما لقيت ابوها مصر انه لازم يرد لنا الزياره كيف ما زرناهم في بلدهم ويرجع لاهله. عمده المزاريطه؟ انت اتجنيت انت واخوك. انت عارف يا معلم لو راجل اكتشف ان انت مش العمده هيعمل ايه؟ ايه؟ هيحبسك انت واخوك. طيب وايه بس اللي هيعرفه يا جوني بيه؟ وهو يعني لما يجي يزوركم في داركم الكحيان ده هيصدق ان انت العمده؟ لا طبعا ما هيصدقش. امال انت مستني ايه؟ مستني يجي يفضحك هنا في البلد؟ انت مفقوس موت انك مش العمده. ليه؟ مفيش كاريزما العمده دي، طلت العمده مش فيك. وانا كنت بقول يعني بعد اذن جنابك يعني يجي على الدوار وقابلهم انا كني العمده. انت ضارب ايه؟ ما ضاربش. شارب ايه؟ ما شاربش. انت هتغني راب يا ابني، ما ترد عليا كويس. ايه؟ ايه اللي خلاك تتوقع ان دي حاجه هنوافق عليها؟ ساعتين زمن بس يا جوني بيه، ايه المشكله؟ وست هديه تعملها غداوه حلوه بيديها كده. وكمان عاوز تشغلني يا جزمه؟ مان الهزي اللي انت بتقوله ده انا ماليش علاقه بيه، عاوز تنصب انصب لوحدك. ليه بس يا جوني بيه؟ معلش الله يرضى عليك، معلش والنبي، ده الولا فهيم ده يتيم، لو اتسجن هتسجن معاه، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. خلاص. وانت فكرك يعني لو جوني وافق الكبير هيوافق؟ ده الكبير لو عرف حاجة زي دي هيطربق الدنيا. الكبير هيعرف منين؟ ده الكبير ما بيخرجش غير اول النهار، ما يرجعش غير بعد المغرب. طب افرض الكبير طب علينا والناس دي موجودة هنا. لا ما تقلقيش يا ست الناس، انا تأكدت ان الكبير عنديه بكرة شغل ياما، شغل كتير، وما هيجيش غير بعد العشاء كمان، يعني الناس حتاجي وتمشي ولا حس ولا خبر. الله يرضى عليك توافق يا جنبي، الله يفتحها عليك يا ست الناس، ربنا يهديك، ربنا يفتح. يا ابني انت بزرار؟ بالرغم ان ادائك مبالغ فيه بس انا موافق. الله يرضى عليك ولد. طب والكبير؟ ماله الكبير؟ انا العمده ومن حقي اديله شخصيتي ينتحلها. انتحلني، مالكيش صالح بيه، انا اللي بقول الكلمه هنا. انتحلني. الله يرضى عليك. عندي شرط واحد. ايه؟ قبل ما الجوازه دي تتم تقول للراجل كل حاجه، مش عايزين نضحك على حد. حاضر يا جوني بيه. وحاجه ثانيه كمان قبل جناب، لو رجعت وقلت لي عايزين يزورونا هم بقى ولا يصيفوا ولا ها مفيش. دي اول واخر مره. قلت ايه يا ست الناس؟ موافقه وربنا يستر. الله يرضى عليكي، ربنا يديك، ربنا يفتح عليك يا جوني بيه. الله طيب كان عندي طلب صغير كده. الله يرضى عليكم يعني، يبقى كتر خيرك والناس هنا تبقوا متنادوا للواد فهيم على انه الدكتور فهيم. انت
دكتور ايه؟ هو مش اخوك تمرجي؟ ايه بس هو مفهمهم انه دكتور. مع الف سلامة يا كبير، تروح وتجي بالسلامة. الله يسلمك، ما عرفتش حد من برا وانا جاي. اعوز سلامتك يا اخوي. انا رايح المركز اجيب لك معي لوليتي. يبقى هات لي البنك لو لقيت. عيني. هو انت حتاجي ميت ان شاء الله يا كبير. لا انا هتاخر شوي، هطلع البنك الاول اجيب فلوس، بعدين اطلع الحاج عوض اخلص معاه في موضوع طرمبات الميه دي. وليه المشوره يا كبير؟ ما تخليه يجي لك هنا وتدي له الفلوس. الرجل كبير ومشاغله كثيره، وبعدين انت مالك من اساسه؟ ايه الرد الفارغ ده؟ كل ما اقولها كلمه ترد. ما تاجي يا حبيب، تعال بباطي. تعال 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 بين بابا وماما، تعال تعال خذ لك حنان. لا 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 عفوا بلا ما اخذه يا كبير، العربيه جنبك جد مره. اسمع، ثاني مره تشوفني بتكلم مع ستك اقل حاجه 7 متر بيني وبينك. لك كهيتي توقف. هم جنب. مع الف سلامه يا كبير. طريق السلامه يا كبير. ودي فزاع، الناس هتهاجمت. الناس على وصول يا ست الناس، الولد فهيم ضرب لي تليفون وقال لي ان هم في اول البلد، فانا هروح استقبلهم. بس كلي عن جنابك طلب صغير كده. ايه خبره جنابك العبايه الصوف الكحليه الثقيله اللي الكبير هيحبها قوي يلبسها في المناسبات. ها خبره. يبقى كتر خيرك لو جنابك شدتها لي في يدك عشان البسها. اوه كانك اتجنيت يا فزاع، عاوزني اجيب لك عبايه الكبير. معلش يا ست الناس، الله يرضى عليك، عشان نسبق الحكايه صح. ده انت باينك ناوي على خراب بيتي وطلاقي من الكبير. عارف يا فزاع لو العبايه دي جرى لها حاجه هعمل فيك ايه؟ لا 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 ما تقلقيش يا ست الناس، دفع علي. طب اتجرأ قوام، شوف الناس هتهاجمتك. قبل جنابك. ربنا يعدي اليوم ده على خير. ايوه فزاع انا وصلت خلاص. تعالى يا رباط خش. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ عين عليكم برده. اه الدار دي انا قضيت فيها احلى ايام حياتي. يا سلام. لما كنت وانا عيل صغير كنت ألعب في الجنينة دي أنا وأبوي العمد الله يرحمه. الله يرحمه، إيه الجنينة دي؟ أيوة الجنينة دي، أنا وهو وأخوي فزاع. فزاع الحمد لله على السلامة. فزاع كيفك يا فهيم؟ توحشتنا يا دكتور. توحشتنا يا أخوي. كيفك يا فهيم؟ كيفك يا فزاع؟ أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً حضرة البركة، الحمد لله على السلامة. كيفك؟ أهلاً ومرحبا عروستنا الحلوة. اتفضل يا فهيم اتفضل، ريحوا من المشوار جوا في الدوار. التمثال دي ماله التمثال؟ فاكر يا فزاع التمثال دي لما كان تحت منيه سلك الكهرباء العريان وكنا نمسك انا وانت وعيال الكافر ونلعب بيه كهرباء كهرباء وكل يوم يموت واحد مننا. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيده وبارك. ايوه طبعا وماليه. اتفضل يا جماعه في الدوار. طب فاكر يا فزاع؟ ما فاكر ايه؟ فاكر لما رحت اشتريت المصفى وابوك لقاها مخرمه قال لك رجاهي؟ ايوه طبعا وما هنستعملوها كيف. اتفضل يا جماعه في الدوار. طب فاكر يا ما فاكرش حاجه. اتفضل يا ست اللواء. ما تقلش على اخوك يا دكتور، بعيد عليك قبل زهايمر بدري. الحمد لله على السلامه. اتفضل يا عروسه. يلا يا رباب يلا تعال خش اسند عليكي بدل ما ينسانا. اتفضل يا باشا اتفضلوا. اقول لك ايه، استهدى بالله وحب على يدك، اهدى شويه بيلك هتوديني في داهيه. اتفضل يا دكتور. اهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله، عيد عليكم برده. منور يا نظيم باشا. منوره باهلها يا عمده. او ماي جاد، ده العروسه الالمانيه؟ لا ليه، مش ده رودي فولر؟ ايه ده يا عمده؟ ايه ده؟ وانتوا عندكم ضيوف ولا ايه؟ لا 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 ده مش غريب، ده هيبقى جوني بي. شريكو. شريكو؟ ليه متقاعد؟ ليه متقاعد؟ نظيم الاسيوطي بطل من ابطال حروب مصر. انا اسف يعني ايدي مش قادره تطول شويه. ليه؟ اصلها جات لها شظيه سريعه الطلقات من ايام كنت في حرب الاستنزاف في سيرة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لما سيادتك بقى شغال معايا ايه؟ شغل. ايوه يعني ايه نوعيته؟ بزنس. ايوه فعلا. دول بيناتهم شغل كتير قوي، يعني عندك مثلا ملاهي المزرية الجديده. ملها دي حتكون ملاهي على غرار ملاهي ديزني لاند بتاعت امريكا، بس حيزودوا عليها لعبه المنخل والدوده بتاع السندباد. جابها ازاي دي؟ خياله محترف. اهلا وسهلا. طب بيد الاموره دي؟ انا قريبته. ايوه ديت تبقى ست الناس، ست هديه خالتي. خالتك؟ ايوه بس انت مش ملاحظ عمده انها صغيره عليك حبتين؟ ما هو اصلها يعني. لا لا اصلا جدي وجدتي
قعدهم 25 سنة ما بيخلفوش بعد ما جابهم الحاجة. وبعدين جت خالتي هدية بعد كده. بشار محترف. أنا عيطت. أهلاً 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 وسهلاً ست هدية. يا ست هانم لو مؤاخذة دي على قد المقال مش قد المقال. ولزمه إيه التعب ده؟ إيدها يا مش طايلة. معلش. مش طازجة مسمعها. أهلاً بيكم وبعرصتنا الحلوة. ما تتفضلوا يا جماعة تقعدوا متريحوا كده. يقعدوا فين ده الوقت جاهز. هما بس يخشوا يغسلوا وشهم كده ويتفضلوا على السفرة عشان اليوم يعدي خفيف خفيف. أيوه. قصدي يعني ناكلوا لقمة خفيفة كده. اتفضلوا يا جماعة البيت بيتنا. اتفضلوا يا حلوة. اتفضلوا يا حلوة. اتفضلوا أهلاً وسهلاً. اتفضلوا يا دكتور. نايس موف مان. دي راسة؟ لا. شازيا دخلت في كعب رجلي مش عاوزة تطلع. هتطلع هتطلع. بسلامة بسلامة نظيم باشا. تفضل تفضل من أول. أبوس إيدك. لازم أتصور معاه ده شبهه بالملي. مين؟ روبن ويليامز. تفضل يا جماعة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الأكل الخفيف يا ستي هدية. ده ما شاء الله الأكل كتير وزي الفل. بس أنا مش هقدر آكل الأكل ده كله. أنا أصلي بصراحة من ساعة ما جت لي الشازجة في البريء في حرب 73 وهي مقصرة في حبتين. معلش كل على قد ما تقدر. يلا يا جماعة مدوا يدكم ما تتكسفوش. لا تكسفوا كيف؟ ده البيت بيتهم. مد يدك يا عروسة. هو أنت ما بترديش ليه يا حبيبتي؟ هي بنتك ما بتتكلمش ليه يا نظيم باشا؟ هي واخدة شازجة في ال ما تاكلوا يا جماعه ولا الوكل ما عجبكمش ولا ايه؟ لا ما عجبناش ايه؟ ده ما شاء الله زي الفل وريحته مفحفحه. الا مين اللي طبخ؟ خالتي هديه. خالتك؟ يا سلام يا سلام الريحه جميله جدا. انت ليكي نفس في الطبيخ هايل. بالهنا والشفه. ده مش مقامكم ده والله كنا ذبحنا لكم عجل. ربنا يخليك ويسعدك. أنا آسف يا جماعة. آسف يا دكتور إبدي. لو سمحت هات لي المعلقة اللي وقعت. أنا أصلي من ساعة حرب الخليج كانت جات لي شظجة في الحوض مقصرة فيا حبتين. مساح إيه الراجل المشخرم ده؟ كله شظايا. اعمل له ايه طيب؟ هاتوا له مغناطيس يشفط الشظايا دي، خلصوه من الامه يا اخي. هدي سلامتك يا ابني. الكبير الكبير شوف عايز ايه؟ ما تطلع له انت يا اخوي. ماليش دعوه. مش انت اللي قعدت تقول لي مالكش صالح بالكبير ومصاريه ومتركيه؟ اطلع له انت تصرف معاه. انت يا بنت يا هدي. اهو قال لي هديه. ما قالش يا جوني. قال يا جوني ما قالش. بعدين ما ينفعش اقوم، في رجاله هذا لازم اقعد معاهم. يلا قوم. انت يا بنت ست هدية. يبدو ان في حد نابح صوته وبيندهلك، ويبدو ايضا ان هو عارف سيادتك قوي قوي عشان كده بينده عليك ولك يا بنتي هدية يا بنتي هدية. لا هو مش يبدو خالص، هو واضح موت وكلنا واخدين بالنا ان في حد بيندهلها. قومي يا هدية شوفي الكبير عايز. ايوه انا جاية ها جاية. استرها يا رب. يبدو ان احنا نروح في 60 داهية. ايوه يا كبير. اديني ساعة عم بنده عليكي. خفيانة فين يا بنت؟ انا جيت اهو. ايه اللي جابك بدري كده يا كبير؟ خلصت مشوار البنك وجبت لك الليلة اللي انت عايزاها. لقيت نفسي مفرهد، قلت ارجع الدوار. بيني وبينك عملت بنصيحتك، كلمت الحاج عوض قلت له ياجي هو على الدوار، طلع بالصدفة جاي المزاريطة. تاكلوا يا جماعة دوق من الطبق. ايه الصوت ده؟ في حد جوا في السفرة؟ اصلي مالك يا بنت مش على بعضك. شوف يا كبير انا هعترف لك على كل حاجه. اكسكيوز مي. ممكن بعد اذنك بس اخد صوره مع حضرتك يعني قبل ما اتفتح؟ اصل شبهه بالظبط. شبه مين؟ مدرس كان بيديني كيمستري في الهاي سكول. بتقولي ايه؟ او ماي جاد فضحني خلاص. طيب هروح اهضم بقى عشان اللقمه تقيله. هوب. لا لا كمل كمل انت نظيم بيها. ما تاخذنيش يعني ما تنخلاش. ده سلو بلدهم هيعمل رياضة في وسط الوكل دي. أفس رايح فين بس يا كبير؟ رايح اطرد الناس اللي جوا دي واضرب فزيع واخوف من جزمة. احب على يدك يا كبير. بلاش فضايح، خلي اليوم ده يعدي على خير. خير؟ ده انا حطين عشتهم.
حد قالهم يتفشخروا ويقول ان هم العمده واخوه؟ وانت كيف توافقي على حاجه كيف كده؟ والله دهجوني. حرام يا كبير، الواد فزع ده برضك واحد منينا، وانت ما ترضى لهوش الحبس والمرمطه، وهو وعدني انه هيقول الحقيقه بعد ما اليوم ده يعدي على خير ان شاء الله. برضك من سبب يا هديه، من سبب. معلش يا كبير، عشان خاطري، دول هم ساعتين زمن وهيتكلوا على الله، وبعديها ابقى اعمل في فزاع اللي انت عاوزه ان شاء الله حتى توصلخوا. ماشي ماشي يا فزاع الكلب. رايح فين؟ رايح اعمل الواجب، ابارك للعمده ونسايبه. يا مري. كيفك يا عمده؟ كيفك يا فهيم؟ بالباط يا عمده. يا ابن جهنم، لابس عبايتي يا حلوف بعد ما المول الده يطفط حقرمش رقبتك. منور يا كبير، تفضل. مبروك يا فهيم. الله يبارك فيك يا عمي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. مش تعرفنا على نسايبك؟ امال ايه؟ اللي هو نظيم ابو العروسه، وديك بنت عرباب العروسه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لا ما تعرفناش ببعض، بالرغم ان انت ماشي من ورايا ومن ورا قفايا، رايح جاي تعبط في ده وتدي ده من غير ما تعبرني. لا ما هو دوك مش غريب، ده الكبير عين اعيان البلد وجوز خالتي هديه. خالتك؟ ما شاء الله. ايوه خالته يا كبير، مش فزعه وفهم يقول اد اختي. شوف ازاي. لعلمك فزع ده يبان كبير لكن هو عيل صغير، عايز اقول لك ان تحت العبايه المعتبره دي كفوله. اهلا 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 وسهلا. اهلا بيك. تصدق ان انا يعني حابب ان انا ادي لك عبط من اللي انت اديتهم لدول وكان باط، بس بصراحه انا مش قادر اقوم، عندي 270 شظيه داخلين في جسمي مختلفه الاحجام، وده لان اللي قدامك ده بطل من ابطال حروب مصر السبعه، ابتداء من حرب 56 ومرورا بحرب 73 والاستنزاف وانتهاء بحرب الخليج، ده غير لمؤاخذه في الكلمه حبه مقاومه كده في افغانستان. طب وعدم المؤاخذه يعني هي كل الشظايا دي في حته واحده؟ لا متنطورين. الحمد لله الحمد لله، ربنا يعافيك. وبشوف المؤمن مصاب في الاول وفي الاخر. والله وبقيت جحش وكبرت وحتتجوز يا فهيم. خلصت المعهد ولا لسه؟ معهد؟ معهد ايه؟ معهد ايه؟ اصله ما شافنيش بقاله كتير. داني بكالوريوس طب واخد الماجستير ودلوقت ماشي في الدكتوراه. ما شاء الله ما شاء الله، فهيم سرنجه بقي دكتور. سرنجه؟ قصه طويله، وهو صغير كان يحب يجمع مخلفات المستشفيات اللي هي السرنجات دي ملوثة، يقعد يشكشك بها نفسه ويشكشك زمايله ويشكشك البهايم والكلاب في الشارع وينقل أمراض يعني. من ساعتها أطلقنا عليه اسم فهيم سرنجي. بس تعرف يا فهيم يا ابني، أنا مفتخر بيك جدا جدا جدا، أنت كده قوي، سبتي أطيان أبوك العمدة وسبت كل اللي أنت فيه ورحت داخل على الطب، مخلص ماجستير دارس في الدكتوراه. أيوة أنا طبعاً عمري ما نسيت حلمي إني أكون دكتور عشان أفيد الناس وأخفف عنيهم، وده طبعاً بالرغم إن أبويا مات الله يرحمه وفات لي فلوس وأطيان كتير. أيوة أيوة أيوة، فات لك ياما الحاج عباس، فات لي الله يرحمه ياما، فات لك أطيان وحاجات ولا إيه يا عمدي؟ أيوة مالي منورين ونوركم غطى على الكهرباء. أيوة بمناسبة الكهرباء، مش وانا جاي الدوار لقيت سلك الكهرباء العمومي عريان؟ يا ترى مين اللي هيمسك السلك العريان؟ مين؟ يا مرحب يا مرحب. الله يرحب بيك ويرحب بإدارك. يا سلام يا سلام، ايه الصورة العظيمة دي؟ ايه ده؟ هيبة وشيبة ما حصلتش، إلا مين دي يا فهيم يا ابني؟ ده سرت أبويا الحاج الله يرحمه. الله يرحمه. فاكر يا فزاع؟ ما فاكرش حاجة، فاكر إيه؟
خرطوم الذكريات اللي انت فاتحه ايديك. قصر يا فهيم قصر قصر وما توجعش دماغتنا سايبك امال. الو يا حد عوض داي النهارده ولا ما دايش؟ والله لساك في المركز. طب ايه هتركب وتاج زين خبر الدوار ولا لا؟ مالي انا مستنيك. سلام سلام. خد يا بنت خد يا بنت تعال رايح فين؟ هروح اجيب لهم الشاي. اه تخمن دول شاي يطفحوه. هو فيه ناس دي قاعده متلحمين لحد متى؟ معلش يا اخوي زمانهم ماشيين. منورين منورين بوجودك يا كبير. ايه يا دكتور ليه قاعد كيف المتسلخين؟ قاعد في بيتي يعني. طب نستأذن احنا بقى يا جماعه. يلا بينا يا رباب. لسه بدري لسه بدري. بدري من عمرك يا كبير. يلا يا رباب خدي لك تفاحتين سلميهم في السكه. واه هتمشي دلوقتي يا عمي؟ هو انت لسه قعدت؟ وبعدين انا عامل حسابي انك حتبيت معانا النهارده وموظف اوضه الضيوف بنفسي. لا مؤاخذه ناموسه. لا نقعد ايه ونبيت فين؟ انا بصراحه مش عاملين حسابنا. مره تانية ان شاء الله. ايوه صح انت صح تجوا مره تانية حتى تجوا اول اليوم فريش كده. طب تقعدوا تتفرجوا معانا على فيلم السهري. لا مؤاخذه لا مؤاخذه نحله. الا قول يا فهيم يا ابني فيلم السهره ده فيلم ايه؟ فيلم الطريق لإيلات عجبوه النهارده على القناه السابعه. ما ينفعش يشوفوه. ليه؟ اول هم القنوات الارضيه بتجي عندنا مشوشه كلاتها ما شغلش غير الهوت برد ما ينفعش. ثاني هم الطريق الليلات تلاقيه شافه 100 مره قبل الدنيا. بس انا بصراحه يا كبير يا ابني اي فيلم بيفكرني بالحرب او مسلسل ببقى مبسوط جدا 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 وخصوصا الفيلم الطريق الى ايلات ده. بيفكرني بايام جميله جدا جدا جدا. ليه يا عمي؟ هو انت حضرت تصوير الفيلم؟ احكي لنا عاد كواليس الميكنج بتاعه. ايه ميكنج ايه تصوير ايه؟ انا كنت واحد من الضباط اللي قاموا بالعمليه دي. انت تعرف الدور اللي قام بيه الضابط الممثل بتاع اسمه نبيل حلفاوي ده؟ ايوه انا كنت الضابط ده. حضرتك قلت بالحقيقه برضك نسور في الجو وزيت في البحر؟ ايوه يا ريتني كنت معاكم. خلاص عياد ما دامك ده يبقى ثلاثة بالله العظيم لانتوا قاعدين متفرجين معانا على الفيلم. ايوه بس يعني ما بستش ولا حاجة يا عمي. واه الشاي كمان جاءها. عبال ما نشرب الشاي يبقى الفيلم قرب. عنك يا خالتي. لا مؤاخذة طريشة. عنك يا خالتي. العباية باسط. هات العباية هات العباية. دي العباية لخالتك. دي العباية لخالتك يا روح خالتك. البلا مغزى يا فزاعة والله ما خدت بالي. حصل خير يا فهيم فداك 100 عباية زيها. عاوزك في كلمتين يا عمدة. هو اللي كبهم كلمتين يا عمدة جوا من جنابك. يا مغزى عرسي. حصل خير يا عمي حصل خير. تفضلي يا عمي ان شاء الله. تفضلي يا عروسه تفضلي. اشربي يا رباب. ايه يا بنتي كثير كده كبيره لا تعملي ايه يدي يا ابني اعمل لي فيها عمده يا بقره يا بقره يا بقره. ايه يا كبير لهويه لهويه بل بطل لي عبايتي المفضله شاي شاي لا 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 انا ماليش صالح ماليش صالح يا كبير. الولا فهيم هو اللي عكعكني في الوجع المربربه دي. طب ايه قولك عاد انا انفخك انت وفهيم انح عليه ابن جنب. يا فهيم صوت عالي هاي صوت عالي يا فهيم تعال يا فهيم. في حاجه فتزع. ايوه لمبة عريس الغفله امسك فيهم ليه؟ هو بيت ابوك يعني؟ ده العشان برضيك يا كبير. انا زي اخوك الصغير وانا لما ابويا مات من 25 لا سنة. لا لا شوف فكك من جو المسرح التدريبي ده. فكك مني ادائك مبالغ فيه مبالغ فيه على الاخر.
اخوي اخوي قمت تشتغلني اشتغلني اتعملهم علي اسمع يا انت وهو ما حدش حيتفرج على افلام هنا فاهمين فاهمين صوت عالي كبيرك فاهمين فاهمين نفس النفس مع بعض فاهمين فاهمين يلا يا فهيم يلا يا فهيم عدي يا فهيم عدي يا فهيم عدي يا فهيم ايوه تفضل افتحوا لك افتحوا شفت كيف طار كيف القرد عاوز اجرب زيه جرب زيه ايه رايك اني احديك منابه ومنابك يا كبير لا لا كبير لا لا كبير كويس انتوا جيتوا تعالوا الفيلم هيبتدي اهو الطريق الى ايلان تعرف كلامك مظبوط الارضيه كانت مشوشره حبتين بس احنا الحمد لله مشينا بصوتك ولقيناها على الهود برد لقيتوا الطريق الى ايلان على الهود برد ايوه الفجر يلقى العظمه في الكرشه فزاع ايه قصدي فخامه العمده فزاع ايه انا طالع اكوع خمس دقائق فوق ارجع الاقي خذ راحتك يا كبير انا اذنك يلا فين انت الله تسمع كلام بقى بعد ما تحلف عليا وتقعدني عشان اتفرج على الفيلم تقوم تسيبني وتطلع انا ايوه الله انت مش كان نفسك تبقى معانا في الحقيقه مش في سياسه الفضيله ما خليك قاعد معانا وتتسلى لا انا طالع بس اقعد اقعد خد تعال بس اقعد والله انت قاعد اقعد باللي ليقك بالحته دي انت بيت اخوك اكتر من اخوات منور يا عريس منور يا رباب يحصل في الفيلم ده ولا ربع اللي حصل معانا في الحقيقه احنا شفنا حاجات كتيره قوي 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 من اللي حصل التوتر كان صعب شويه عالي قوي 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 دو 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 دو. الخوف كان اعلى واعلى واعلى تومتك تومتك العرق كان مغرق وشي اكتر من كده عرق اكتر من كده عرق اكتر من كده كان زمان غرقت اللغم وقلات كلاتها اللحظه دي من أصعب اللحظات اللي مريت بيها في حياتي كان ممكن العملية كلها تبوظ لو الفتيل مركبش وركب عاد طب انت شايفة ايه؟ ركب ولا مركبش؟ ركب طبعا ما تقولها يا كبير ركب ركب ما كانش هيركب ما كانش هيركب لولا ان انا ضحيت بنفسي ووضعت نفسي في المهالك وكل ده في سبيل مصر وفي سبيل الحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية كل ده توصلت بفكرة عبقرية إلى حل البراية خلاص يا حد والله يعرف الحدوتة حتى بالأمارة لبست زعلوفة ونزلت بدل الضابط اللي كان جالك أحد ولا مش عارف ده ليه آه صح كلامك مظبوط بس هي أنا نفسي أقول لك على سر تعرف يا واد يا كبير أنا في قلبي حاجة كده عاوز أفضفض فيها أنت تعرف إن الألغام التلاتة دي ما كانوش تلاتة؟ كانوا كام؟ أربعة لا يا شيخ وليه طلعوهم تلاتة؟ شغل سيما بقى ما أنت عارف وفروا في لغم لكن اللغم الرابع ده كان موجود في عربية كبيرة ميكروباص محطوط في الآخر بوم لغم فرع كل اللي في الأوتوبيس ماتوا كلنا متنا مت ايه يا عم الشبح ما انت قاعد قدامي ها كلنا متنا ما عدا انا انا لواء ما كانش ممكن اموت موتة عادية كده ابدا ابدا اللي في الأوتوبيس كلهم ماتوا بوم انا كنت راكب عربيه جيب جنب الاوتوبيس الكبير لكن شظايا مطرت من الاوتوبيس بتاع اللغم زي الرز في شظيه بينهم استقصدتني بقى قعدت تلف 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 وجت لصاحبها رشقت في ظهري من ساعتها مش عارف اطقطق ظهري قوم قوم افتح الباب قوم افتح الباب مالك سيري شحنه اقول لك ما طقطق ما طقطقش اهدى يا
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكبير موجود؟ أيوة موجود. نقول له مين؟ قولي له الحاج عوض. بتاع ترنبات المية؟ أيوة بالظبط كده. اتفضل اتفضل يا حاج عوض، الكبير مستنيك. طب يا ستي متشكرين قوي. السلام عليكم. أهلا وسهلا. إزيك يا كبير؟ نورت. الله ينور عليك. أنت عندك ضيوف بقى مش هتكلم معاك. الله، عم نظيم. إزيك يا عم نظيم؟ ده أنت وحشني قوي يا راجل. أنت تعرف عم نظيم يا كبير؟ والله يعرفه من شوية يعني، بس يعني إن شاء الله تبقى معرفة خير. أنت تعرفه؟ إيه اللي أعرفه؟ يا ده عشرة عمر. ده بقى أول شويش أتعامل معاه في مزارع الجيش. أول إيه؟ أول شويش. شويش؟ إن شاء الله. شويش وفتيلة وإيلات وميلات وشظايا عم تدخل في كل حتة يا نصاب. الله، جرى ايه يا عمدة؟ احنا جايين نتهزع عندكم هنا في داركم ولا ايه؟ يا معي صحيح طبعا يا نظيم. بس يا حلوف، بس يا حلوف، ده احنا صاب برضك زمر. البيع شغال عندي غفير. ايه واللي جنبك ده سرنجي تمرجي، وخد دي، ده السبب الرئيسي في انتشار فيروس سي في مصر كلها. عم يجمع مخلفات المستشفيات ويبيعها. الشغل مش عيب يا كبير بيه. يلا يا شمام الكل. هو في ايه يا عمدة؟ انا مش واخد بالي. أرسيك على كل حاجة فزاع. أمن الجناب خدنا سايبك وعلى الأوفيس. هلا ماليش صالح وماتوا على الأوفيس. أمن الجناب تعال فهيه. تفضل يا نظيم بيه. يلا يا رباب، يلا يا عروسة. والله شكلك تطلع أنت مدلين طبر أنت كمان. هو الراجل ده ضحك عليك في أي حاجة؟ أقعد أنت أشرب شايك وهجي لك خمس دقايق، قول ساعة، ساعة بالكثير. هدية أعملي له شاي. هو في ايه يا مدام؟ ما فيش حاجة، خير إن شاء الله. أنت متأكدة إن في خير؟ ما تاخدش في بالك، ده عادي. هو أنت أول مرة تاجي هنا؟ آه